أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون أفرأيتم ما تمنون أنتم
تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين وما نحن مسبوقين على أن نبدل أمثالكم على فَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ أَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين وما نحن بمسبوقين على ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه
أفأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون الله
فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم ألا أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون لقرآن كريم في
لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فلولا إن كنت
صادقين فلولا
وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض أرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور
عليم بذات الصدور.